السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة دنيا بلوغ. مرحبا بكم اليوم معايا في وصفة جديدة وفيديو جديد اللي تنتمنى إن شاء الله يلقاكم في أحسن الأحوال، والأهم أنكم تكونوا بصحة جيدة. اليوم إن شاء الله فيديو جديد عبارة على انطاخ الدوبوم. هاد لطارت تجي واحد لطارت اقتصادية، وفي نفس الوقت في المنظر ديالها تجي راقي وتجي لذيذة وبمقادير بسيطة. ودابا بقاو معايا باش تشوفوا المقادير وكيفية التحضير. لهاد لاطارت ان شاء الله نحتاجو جوج تفاحات، جوج بيضات، نحتاجو كأس الا ربع من الزيت، جوج كيسان ديال الدقيق، ودائما الدقيق على حسب الحاجة، كأس الا ربع من السكر، ياغورت، قبصة من الملح، ساشي ديال الخميرة ما يعادل 15 غرام، وساشي ديال لافاني ما يعادل 8 غرام، وجوج معالق ديال الخل. ودابا نبداو على بركة الله، نضيفو البيض، السكر، لافاني، وعنطربو الكل جيدا. نضيفو الزيت، قرصة من الملح، ياغورت، اي نكهة تتواتى مع هاد لاطارت، ونحرك الكل جيدا. نضيف الخل مع التحريك الدائم. ودابا نضيف دقيق، ضروري من غربلو باش يدخل ليه الهواء وما يكونوش عندنا دوك الحبيبات. نضيفو خمير كيماوية. أنا البنات هنا جاتني الخليط جاني خفيف، وهنا نزيد نصف كأس ديال الدقيق هكا باش يكون القوام ديالو عاقد شي شوية، يكون القوام ثقيل باش التفاح ما تيهبط ليناش على الكيكة وما تجيش طقسة من الداخل. أنا زدت هنا نصف كأس من الدقيق. هاد الكيكه احتاجت لينا جوج كيسان ونص ديال الدقيق، وهذا هو القوام ديال هاد الكيكه، خصو يكون بحال هكا. كما شفتوا القوام ديالها ثقيل. وفي هاد الاثناء غنكون وجدنا الطاوه ديالنا اللي غتدخل الفرن. هاد الطاوه ديالي المول ديالها 30، وضروري ما نديري ليها بابي كويسون هكا باش ملي نبغيو نقلبوها تجينا سهله باش نقلبوها. وهاد الكيكه البنات راه تجي واحد الكيكه اللي خفيفه من الداخل، وتجي المذاق ديالها زوين وتجي سهله في التحضير. غير جربوها راه غادي تعجبكم ان شاء الله. وهذا هو التفاح ديالنا، نكونو قطعناه حيدنا له القشور وقطعناه على هاد الشكل، تقطيعة عادية، وغنزوقوها بهاد الشكل.
وفي هذا الأثناء البنات غنكونوا شعلنا الفران ديالنا على 180 درجة من التحت، وما اللي طيب لنا الكيكة ديالنا نشعلوا عليها من الفوق. غنضيفوا لها شوية ديال السكر من الفوق باش يعطينا داك اللون الذهبي. ودابا بقاو معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديال لا طارت دو بوم ديالنا. وهذه هي لا طارت دو بوم ديالنا البنات، ملي خرجتها من الفران تتجي منفوخه على هذا الشكل، وتيجي المنظر ديالها بحال هكا. دابا ندهنوها بشويه ديال كونفيتير ديال البرتقال ولا ديال المشمش اللي عندك ديريه، المهم كلشي تيتواتى مع هاد لا طارت هادي. وهذه هي لا طارت ديالنا البنات، تجي على هذا الشكل، تيجي المنظر ديالها زوين، تيجي راقي وبمقادير بسيطه موجوده في كل بيت. وتنتمنى البنات هذه الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ومن طبيعه الحال الى عجبتكم كيف ما العاده بارطاجيو لا فيديو مع الاهل والاحباب والاصدقاء، خليو لنا التعليق مع جيم واشتراك. وهذه هي لا طارت البنات، تجي على هذا الشكل، تيجي القوام ديالها خفيف من الداخل، تجي مفشفشه وتجي لذيذه في نفس الوقت. الى هنا اودعكم في وصفه قادمه جديده ان شاء الله. الى اللقاء.